السلام عليكم ورحمة الله. بعد أشهر من الاتفاق بين اللجنة العسكرية المشتركة على بنود أبرزها وقف دائم لإطلاق النار، فتح الطريق الساحلي، إخراج المرتزقة، ما هذا ذلك الطريق لتوافق سياسي؟ اليوم ومع عشرات الاجتماعات يتساءل المواطن ما الذي تحقق على أرض الواقع؟ بعد أشهر من الاتفاق، ما مصير اللجنة العسكرية وكيف ستسهم في إنجاز الاستحقاق المنتظر؟ اليوم ونحن على أعتاب 5 أشهر فقط على الانتخابات المنتظرة، أين القاعدة الدستورية؟ ولماذا هذا التعقيد؟ هل سننتخب أم ستؤجل الانتخابات؟ ومن صاحب فكرة التأجيل من أساس؟ أو لماذا ربما؟ هل خارطة الطريق لحل الأزمة الليبية قائمة؟ هل بتنا من كل بستان نقطف زهرة وكل اتفاق ينفذ منه بند أو اثنتين ويتم تجاهل البقية ربما لمصالح شخصية ضيقة أو حزبية أو حتى ربما خارجية؟ السؤال الأهم، هل سننتخب أم لا؟ الغردقة ثم بوزنيقة ثم طبرق، طرابلس، جنيف، اليوم روما، ما العائق؟ أعلمونا، يقول المواطن، أو أغيثونا. هذا موضوعنا اليوم مشاهدينا في هذه الحلقة من لايف، التأخير السياسي لاستصدار قاعدة دستورية تسير بنا للانتخابات المنتظرة في حلم يراود الجميع ليلا ونهارا، حلم اليقظة والمنام. أهلا بكم مشاهدينا في لايف. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من لايف. إذن وسط هذه الأجواء السياسية المشحونة في انتظار القاعدة الدستورية، تبحث اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها التشاوري في مدينة سرت اليوم في الاستعدادات لفتح الطريق الساحلية ضمن بنود الاتفاق المبرم بين اللجنة في جنيف في أكتوبر من العام الماضي، وذلك في حضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. نتابع هذا التقرير بداية ونعود. تعود إلى الواجهة من جديد لجنة 5+5 العسكرية باجتماعها التشاوري الذي سيعقد اليوم بفندق المهاري بمدينة سرت وبحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وخلال الاجتماع سيتم التباحث حول عدد من النقاط المدرجة في برنامج عمل اللجنة، ومن بينها آخر الاستعدادات لفتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقتين الغربية والشرقية، والملف الأبرز والأهم توحيد المؤسسة العسكرية، وأيضا إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. اجتماع يأتي في وقت يزور فيه رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة محمد الحداد والوفد المرافق له العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تأتي بعد تلقي الأخير دعوة من الجنرال غريسموف فالير رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي والنائب الأول لوزير الدفاع. كما ولم ترد أي تفاصيل من المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوطنية عن ملفات الزيارة، وقد سبقت هذه الزيارة وصول وفد آخر يمثل القيادة العامة للجيش الوطني وسط ترقبات لمسار لجنة 5+5 نحو توحيد المؤسسة العسكرية والجيش الوطني وتنفيذ ما رشح عن اتفاق جنيف وما أعقبه من نتائج لجنة الحوار السياسي الليبي برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا. نبدأ هذه الحلقة مع مراسل 218 في سرت علي الرفاوي. علي، مساء الخير. ضعنا في أبرز ما تم التوافق حوله من اجتماعات اليوم للجنة 5+5، هل تمت التفاصيل؟ علي الرفاوي؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع علي الرفاوي مراسل 218 في سرت. ريتما يعيد الزملاء الاتصال بعلي الرفاوي. نذكر أن كان هنالك اليوم اجتماع للجنة 5+5 في مدينة سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمناقشة ما تم التوصل إليه حول مسألة إخراج الاستعدادات لفتح الطريق الساحلي ضمن البنود المتفق عليها
في أكتوبر 2020 في جنيف. كان ذلك عدد من الاجتماعات للجنة، بدأت في جنيف ثم في غدامس ثم في سرت، وهنالك مقر خاص للجنة 5+5 في مدينة سرت. الاجتماعات العسكرية مهدت الطريق حقيقة للفريق السياسي والجهود السياسية للاستمرار. وطنية أعضاء اللجنة للاتفاق كانت حديث البعثة الأممية حينها لوصول الأطراف السياسية الليبية لاتفاق سياسي يرافق الاتفاق العسكري لوقف دائم لإطلاق النار. إضافة لذلك البنود التي تم الاتفاق عليها افتتاح الطريق الساحلي الذي تم خلال الأيام الماضية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تم افتتاح الطريق الساحلي. لكن ماذا عن الضغط الدولي الخارجي لتنفيذ بنود خارطة أو عفوا اتفاق 5+5؟ هل تم تدخل خارجي ربما في مسألة تطبيق البنود للجنة العسكرية المشتركة؟ هذا ما نريد أن نسأله اليوم مشاهدينا الكرام. لكن نريد أيضا معرفة تفاصيل مراسل 218 حول المعلومات الواردة عليه لديه للاجتماع الذي تم اليوم في مدينة سرت بحضور بعثة الدعم السياسية، بعثة الدعم إلى الأممية إلى ليبيا. علي الرفاوي مراسل 218 من هناك وافانا اليوم بأن الاجتماع كان سريع في مدينة سرت. لا نعرف حتى هذه اللحظة ماذا تم في هذا الاجتماع، في انتظار معرفة تفاصيل اللجنة العسكرية واجتماعها. كان في الأشهر الماضية عسكريين في الجنوب الليبي، ليكون لجنة 5+5 تضم أيضا عسكريين من الجنوب الليبي وتتجه نحو تنفيذ حقيقي لبنود الاتفاق السياسي أو الاتفاق العسكري عفوا، وإضافة بعض البنود ومن بينها توحيد شامل للمؤسسة العسكرية من قبل العسكريين أنفسهم. نذكر بأن هناك اجتماعات سبقت اجتماعات جنيف بين أعضاء اللجنة العسكرية كانت في القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية. الحقيقة كان هناك مسألة في القاهرة وهي توحيد وجهات النظر للجنة العسكرية التي أفضت بلورة رؤية موحدة تم الاتفاق حولها في جنيف، أفضت الاتفاق ودائم لوقف إطلاق النار وبنود أخرى من بينها إخراج المرتزقة من البلاد وفتح الطريق الساحلية. كانت هذه مشاهدينا مسألة اللجنة العسكرية المشتركة. نريد أن ننتقل إلى الملف الآخر. ومشاهدينا الكرام، إذن لم نتمكن هذه اللحظة من مراسل 218 في سرت، وذلك نظرا لانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة ورداءت الاتصالات من هناك. لم يتسنى لنا التواصل الآن مع مراسل 218 لمعرفة ما الذي جرى في اجتماعات اللجنة العسكرية. نتحدث عن ملفنا الآخر مشاهدينا الكرام، وهو يصب تحديدا في مسألة الانتخابات المقبلة، حيث عقدت لجنة التوافقات المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي اجتماعها الافتراضي الثاني بتسيير من الأمين العام المساعد منسق البعثة ريدزون زينيغا في محاولة لتدارك ما حدث في جنيف، حيث وصفت البعثة حينها ما جرى في جنيف من اجتماع بالفاشل بالنسبة لها، ولم يكن هنالك نتائج فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية. نتابع هذا التقرير ونعود مشاهدينا. أنهينا قبل قليل الجلسة الثالثة من نقاشاتنا مع المفوضية العليا بخصوص مقترح قانون الانتخابات العامة، وبحضور بعثة الأمم المتحدة. كان المقترح يعني من النواحي الفنية جيد بنسبة 70-80%. كان هذا حديث للنائب زيدين قويرب، سنعود له لاحقا مشاهدينا. لكن الآن أريد أن أنتقل إلى مراسل 218 في سرت علي الرفاوي الذي تمكن من التواصل أو تمكن من التواصل بنا حتى الآن. علي، مساء الخير، إن كنت تستمع إلي بشكل واضح. مساء الخير لكم جميعا ومساء الخير لكافة. علي، هل تستمع إلي؟ نعم. علي الرفاوي، علي هل أنت بالاستماع؟ نعم، مساء الخير لكم جميعا. طيب، لا أستمع إلى علي الرفاوي بشكل جيد، لكن دعني أسألك علي، ما الذي جرى اليوم في سرت من اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5؟ نعم، وصلت وفد اللجنة العسكرية 5+5 يوم أمس، طبعا
طيب علي، علي اعذرني لا نستمع إليك بشكل جيد، وربما هنا في الأستوديو نحاول أن نصلح هذه المشكلة وأعود إليك، لكن أريد أن أنتقل الآن إلى تقرير آخر مشاهدينا حول لجنة التوافقات. لجنة التوافقات الآن تجتمع اليوم أو اجتمعت في اجتماع افتراضي، اجتماع الافتراضي هذا تبحث من خلاله مسألة القاعدة الدستورية، وذلك بحضور وبتسيير مباشر للأمين العام المساعد منسق البعثة ريزدون زينيغا في محاولة لتدارك ما حدث في جنيف. هذا التقرير الآن نشاهده الآن مشاهدينا ونعود من جديد. لا تزال البعثة الأممية إلى ليبيا تعقد آمالها على لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وذلك لحلحلة النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية في أسرع ما يمكن والمضي قدما نحو الانتخابات نهاية العام الجاري. البعثة ذكرت عبر موقعها الرسمي أن اجتماعاً ثانياً افتراضياً عقدته لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتسيير من الأمين العام المساعد ومنسق البعثة ريدزون زينينغا. وبحسب البيان فقد أجرى أعضاء اللجنة مناقشة بناءة بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة في 24 من ديسمبر هذا العام. واتفقت اللجنة على أن تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية وإنهاء الخلاف حولها كلياً. كما أكد البيان أن اللجنة ستعاود الاجتماع السبت القادم 31 من يوليو لمناقشة المقترحات الواردة من أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار التي تمهد السبل للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي تمكن من إجراء انتخابات وطنية في 24 من ديسمبر. إذن عاد معنا الآن مراسل مترو 18 في سرت علي الرفاوي. علي، إن كنت تستمع إلي الآن بشكل واضح. علي، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بعلي الرفاوي. إذن يعني قبل الحلقة كان يتحدث بنا الاجتماع في سرت كان سريعا ولم يكن لديهم أي معلومات دقيقة حول ما يتعلق ب ماذا أفضى الاجتماع اليوم. سنريد الآن نتحدث عن الملف الآخر ونعود إلى المسألة الدستورية، حيث كشف عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية المجتمعة في روما عز الدين جويرب عن انتهاء الجلسة الثالثة من النقاشات مع المفوضية العليا للانتخابات بخصوص اقتراح قانون الانتخابات العامة. وأشار جويرب ل218 أن بعض الملاحظات المتعلقة بالاقتراح متوقعا موافقة مجلس النواب عليه في جلسة ثانية، ذلك ضمن اللجنة المنبثقة عن مجلس النواب والمفوضين للانتخابات التي تجتمع الآن في روما للحديث عن مسألة القاعدة الدستورية مع المفوضين للانتخابات. نتابع الآن هذا الحديث للنائب عز الدين جويرب ونعود. الجلسة الثالثة من نقاشاتنا مع المفوضية العليا بخصوص مقترح قانون الانتخابات العامة وبحضور بعثة الأمم المتحدة. كان المقترح يعني من النواحي الفنية جيد بنسبة 70 إلى 80%. هنالك بعض الملاحظات التي أبدها أعضاء اللجنة على هذا المقترح، سواء كان مقترح انتخابات رئاسية أو البرلمانية، يعني دونا بعض الملاحظات. الآن سوف نرفع هذا المقترح إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الجلسة القادمة في طبرق، ومن المتوقع يعني صدوره من جانب مجلس النواب. لن تبقى إشكالية دائما ما تؤكد عليها البعثة وهي ضرورة التشاور مع مجلس الدولة. طلبنا بشكل واضح منهم يعني باعتبارهم بعثة مساعدة أو وسيط أنهم يزودوا مجلس الدولة بنسخة منا، إذا كان عندهم ملاحظات أيضا ممكن ناخذها في الاعتبار عند مناقشة القانون وإصداره بالشكل النهائي في الأيام القادمة. ندخل في جانب النقاش الآن والتحليل مشاهدينا الكرام مع السيد فيصل برايقة المهتم بالشأن العام مباشرة من طبرق،
ومن طرابلس العضو المجلس الأعلى للدولة سيد فتح الله السريري مباشرة أيضا من هناك. أرحب بكما ضيفي الكريمين سيد فيصل برايقة وسيد فتح الله السعيدي. أريد أن أبدأ مع سيد فتح الله السريري أريد أن أبدأ مع سيد فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة. مساء الخير. كيف يمكن إن كنت تستمع إلي كيف يمكن إيجاد قاعدة دستورية الآن للانتخابات المقبلة في ظل هذا التشتت فيما يتعلق بإيجاد هذه القاعدة؟ البداية الحقيقة هي طرح القاعدة هو تجاوز للمسار الدستوري أصلا في هذه الطريقة. أصبح أننا نتكلم على قاعدة دستورية ونبحث عنها وعن مخرجات لها، والخائف القاعدة الدستورية القائمة والنافذة وهو الإعلان الدستوري بتعديلات بما فيه الاتفاق السياسي. بالعكس الآن حتى خارطة الطريق الذي وضعت في ملتقى الحوار هي مخالف لها، فأنت لا أدري أنا كيف حتى هؤلاء يقنعون أنفسهم بأنهم يخالفوا قاعدة دستورية قائمة ونافذة ويبحث عن قاعدة دستورية أخرى، فهو سؤال يبدأ قائم. فالقاعدة الدستورية للأسف اللي مطروحة الآن هل إذا توافق عليها سيفرضوها على الشعب؟ لا يكون للشعب رأي فيها، من جهة ما يتحدثون عن الشعب في الانتخابات ولا يتحدثون عن الدستورية. أنا صراحة وإحنا موقفنا كمجلس أعلى الدولة واضح جدا بأن إحنا عندنا قاعدة دستورية مصدرها الشعب، أنجزها أبناء الشعب بمهمة موكلة إليهم وصوتوا عليها بأغلبية تفيق الثلثين من كل الأقاليم والدوائر الانتخابية في ليبيا ومشروع الدستور، وهي حلت كل المشاكل اللي مطروحه الان. هؤلاء يثيرون مشاكل حسمت للاسف الشديد ويغيبون الشعب في 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 دوره. انت اراده الشعب هي موجوده قاعده، لو ان مشروع الدستور لم ينجز ولم يصوت عليه وحتى الاحكام القضائيه من جانبه انتهت، فاذا لماذا البحث عن شيء موجود ومكتمل الاركان من الناحيه الموضوعيه ومن الناحيه الشكليه ومن الناحيه القانونيه؟ ليس له مبرر هذا البحث وهذه الاجتماعات والحوارات الا ادخال البلد في ازمه اخرى، ازمه قانونيه اسمها دستوريه، واحنا تونس ليس علينا ببعيد. الان كل يتكلم فيما جرى في تونس على الدستور اختراق احتراما، اذا هناك مصدر اولا وايضا مصدر الشعب، ليس مصدر 20 ولا 30 ولا 70 ولا 100. فهذا هو جوهر المشكلة، أنك عندك الحل وعندك القانون وعندك القاعدة الدستورية الشعبية اللي مصدرها الشعب وتبحث عن قاعدة دستورية. فلا أدري هو الحديث عن انتخابات أو دون، ولكن الغريب أيضا هو الحديث عن أن الانتخابات ممكنة والاستطاعة الدستور غير ممكن. أنا هذا استغرب الكلام ولا أعتقد أن عقل يقبله ويصدقه، بالعكس الانتخاب الاستفتاء الدستور هو نعم أو لا وتنتهي الموضوع. أما الانتخابات ففيها تنافس، فيها دعايات انتخابية، فيها صراعات على كل المستويات، مستويات سياسية حزبية، مستويات قبلية شعوية، على المستوى الشخصي، هي اللي تحتاج إلى أمور أكثر. وأيضا الآن المسار الدستوري وفق الإعلان الدستوري وفق حتى مجلس النواب يتكلم عن احترام الإعلان الدستوري، الإعلان الدستوري لا يتحدث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية دائمة إلا بمشروع دستور دائم. فلماذا هذا الخلط ولماذا تجاوز هذه النصوص والبحث عن نصوص وخلق إثارة مشاكل حسمت صراحة من قبل نواب الشعب؟ لأن نقول ركز على هذا أن الهيئة التأسيسية تمثيلها الشعبي أكثر من مجلس النواب ومن مؤتمر وطني سابق ومجلس الدولة الآن. سيد فتح الله 261 من الناحية الجغرافية أيضا هم أكثر كل. اسمح لي من ناحية المركز القانوني معلش هي هيئة تأسيسية مركزها القانوني أعلى من مجلس النواب اللي يصب الشرعية ومجلس الدولة الذي يشاركوا في بعض المسائل الاستشارية والتشريعية. فهذه استغفال للناس أو للشعب، أنا لا هذا المسار إطلاقا صراحة. طيب اسمح لي أنتقل إلى الطبرق حيث انضم إلينا الآن سيد فيصل برايقة المهتم بالشأن العام من هناك. سيد فيصل، مسألة عدم التوافق وهذا الجدل الحاصل حول القاعدة الدستورية سبقه بمدة مسألة عدم التوافق كذلك على المناصب السيادية وغيرها، لماذا هذه التعطيل؟ لماذا هذه العرقلة؟ لماذا عندما يصل الأمر للقاعدة الدستورية كل المجتمعين يختلفوا؟ هل المشكلة في القاعدة نفسها أم المشكلة في المجتمعين أم المشكلة في من بالتحديد حسب وجهة نظرك وفق تقديرك؟
نعم أستاذ حكيم، أحييك وأحيي الضيف الكريم وكذلك المتابعين. طبعا أستاذ حكيم، الإشكالية في ليبيا ليست مشكلة سياسية ظرفية عابرة كما هو حصل في تونس، ولكن المشكلة في ليبيا هي مشكلة بنيوية في الأصل، من حيث وجود أجسام توافقية باستمرار من أجل تمرير المرحلة الانتقالية من أجل الحصول على أكثر قدر من التوافق، وهذا ما هو سبب القلق. طبعا يستخدم مصطلح الديمقراطيات التوافقية في مراحل الانتقال الديمقراطي عقب مراحل الصراعات. المرحلة الأولى كانت الحقيقة ما بعد المؤتمر الوطني وعملية انقلاب فجر ليبيا، لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل، ولكن الهيئة التأسيسية من خلال متابعة العمل بتاعها وإنهاء الفترة المحددة لها طبقا للإعلان الدستوري، لم نلاحظ وجود توافق فيه ووجود أعضاء موقعين خارج الوثيقة المقترحة وحصول كثير من الإشكاليات عليه. إذن الورقة الدستورية التي من المفترض أن تعبر عن الأمة الليبية وعن تاريخها عن هويتها عن توسيع قاعدة المشاركة وأكبر قدر من التوافق هي الحقيقة محل نقاش ومحل جدل ومحل عدم توافق. أتصور بأن الذهاب إلى قاعدة دستورية أخرى من أجل فترة الراحة ما بعد الحرب والصراعات هذا أمر طبيعي، لأن أجد من الصعوبة كتابة وثيقة في مرحلة الاستقطاب. طبعا أستاذ حكيم، هناك يعني عينة لدينا تعبر عن مرحلة الاستقطاب، سوف ألخصها في نقطة واحدة، وهي فكرة انتخاب الرئيس للدولة بحيث يمثل السلطة المركزية للدولة. أتصور بأن كثير من السياسيين أو النخبة الموجودة في بعض المناطق في الغرب الليبي لا تريد موضوع الانتخاب بشكل مباشر. البعض أتصور بأنهم هم الأكثر نفوذاً لا يريدون الانتخاب بشكل مباشر. أيضا تيار الإسلام السياسي لا يريد الانتخاب بشكل مباشر. طبعا الحجج التي يرتكزون إليها هي حجج أتصور بأنها واهية، بأن الخوف من عودة الدكتاتورية وعودة الاستبداد، وكأن مرحلة 10 سنوات التي نعيشها الآن هي مرحلة يعني مريحة ومرحلة ربيع. هذه النقاط سوف تشكل عقبة كأداء لوصول توافقات في المرحلة ما بعد يوم الاثنين في حالة إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات أو الوثيقة الدستورية. أتصور هذه النقطة سوف تشكل عقبة إلا إذا تم ترحيلها إلى البرلمان القادم واختيار رئيس من خارج البرلمان. ولدي بعض المعلومات تتحدث بأن تم تمرير وثيقة تتحدث عن اختيار رئيس من خارج مجلس النواب. طبعا كما يقال أستاذ حكيم، زيدها يا زايد، تأثر الجغرافيا السياسية في ليبيا بما يحدث في تونس. فكرة الرئيس الذي لديه الصلاحيات كنظام رئاسي تتمركز حوله القوى كلها بالكامل، كان صداه واضح في تونس من خلال تجميد عمل البرلمان، إقالة رئيس الحكومة، القيام بأعمال النيابة العامة. هذا الأمر أتصور بأن أعطى مؤشرات تحديدا لجماعة الإسلام السياسي. هل هناك ما يعبر عن هذا الكلام؟ أبرز تجلياته كانت في تصريحات السيد خالد المشري. إذن خوف تيار الإسلام السياسي من وجود قوة مركزية وقوة منتخبة مدعومة من أكثر من 1,000,000 صوت، 1.25 مليون أو مليون كما يأتي به الرقم، هي أكثر قوة وأكثر شعبية، هي قد تسبب الحرج لهم وقد تسبب الإشكالية لديهم، بحكم بأن ليس لديهم خبرة على الأقل ما شاهدناه واضح في إدارة الدولة وصف جميل أستاذ فيصل، والدولاب الاقتصادي والدولاب الأمني. نعم، وصف وافي على الأقل من قبل يعني مطروح الآن على الطاولة من قبل أحد الأطراف. دعنا نستمع إلى رأي سيد فتح الله السريري فيما يتعلق بذلك. سيد فتح الله، هل الطرف الآخر هو من يعرقل لا يريد الانتخابات أن تكون رئاسية مباشرة من الشعب؟ إذا كان ذلك صحيح، فلماذا في وقت وصف فيه المجلس الأعلى للدولة استشارات البرلمان مع المفوضية بما وصفها بالترهات ويقول هذا أمر غير مقبول وهو أمر يجب أن يختص بالأعلى للدولة والبرلمان في لجنة مشتركة تناقش هذه المسألة؟ هل هنا المعرقل
هو من يريد الاستعجال بخارطة تنفيذ خارطة الطريق وإيجاد القاعدة الدستورية، أم الذي يبحث عن خارطة وقاعدة دستورية تتناسب وفق ما يريد؟ من المعرقل؟ هو من يبحث عن الانتخابات عن شيء بفمها واستعجالها. أنا أتكلم لك عن كمجلس دولة كمؤسسة بدون أشخاص مهما كان. الآن إحنا لما تحدثنا كان عندنا اجتماع في الغردقة من بداية شهر يناير في 2000 والسيد عزيز المبارك كان أحد الأعضاء. ولأن خارطة الطريق رغم أن عدم أساسها القانوني ليست لا في الإعلان الدستوري ولا في الاتفاق السياسي. فانت احنا قلنا اذا كان ما فيش سؤال كثير اعترض على موضوع الاستفتاء على الدستور، قلنا احنا يمكن اعتبار مشروع الدستور قاعده دستوريه 4 سنوات تجرى على انتخابات رئاسيه وانتخابات تشريعيه، لا احد يعارض. للاسف في تناقض في الطرح يا استاذ عبد الحكيم، انت تدب انتخابات رئاسيه، السيد عبد الحكيم لا يعارض، قال لك انتخابات رئاسيه موجوده في الاعلان في الدستور، فانت من تعارض يا عبد الله؟ وليس هو. الانتخابات الدستورية المباشرة في موجودة في الدستور، هي الآن محل نقاش وطرح، هل هي مباشرة أو غير مباشرة، ينتخب البرلمان وينتخب، في حين أنها محسومة في مشروع الدستور. هم رغم أن تمت الموافقة على الاستفتاء عليه من بداية الشهر، من بداية يناير، إذا كان في نية، ورئيس المفوضية التقينا به قبل الدعم الغد قال أنا أبي 3 شهور على الاستفتاء. فإذا أنت من يعرقل؟ عندك وثيقة جاهزة تدير عليها انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية. الآن بالعكس لا يخاف أحد، الآن قيس سعيد لما يتحدث عن طريق مشروع دستور، والدستور أنشأ هيئة أساسية في تونس، فهو استمد صلاحياته وهو الآن يطالب فيه الكل باحترام الدستور. فأنا أتصور أن أنت وأنا أكون رئيس دولة منتخب من الشعب على وثيقة دروها 75 ولا 10 ولا 12، هل أنا سألتزم بهذا؟ أنا قوة الشعبية أكثر من قوتك، بعكس لما يقول أنا عندي مشروع دستور يدافع عن الشعب، لأنه الآن كل القوة السياسية الداخلية والدولية في تونس تتكلم عن الدستور بغض النظر عن تفسير الرئيس وكذا، هو حتى هو يسند للدستور وغياب المحكمة الدستورية. فإذا الآن بالعكس مشروع الدستور يتحدث عن انتخابات رئاسية، من يبحث عن قاعدة هو لا يريد انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، بالعكس هو يطرح في هذا الموضوع من جديد وهو محسوب. ومن ثم اي رئيس يكون لو حتى انا لا اتكلم، لانني استطيع، لان اصل الدساتير وجد تقييد السلطات. ومن ثم لما تكون رئيس انت يعني منتخب من الشعب بقاعده دستوريه من الشعب لا تستطيع ان تتجاوز سيقامك هذا الشعب، لكن انت منتخب بصوره مباشره غير مباشره بوثيقه ليس لها اساس شعبي، فمن يتمسك الان هذه الخطوره؟ فبالعكس الكثير من يريد الانتخاب. ثم الآن المفوضية جهة فنية، حتى المشروع القانون اللي طرحات الآن لو ترجع للتعريف هي هيئة فنية إدارية ما عندهاش علاقة بالمنسال. للأسف رئاسة المفوضية انحرفت ودخلت في تقييمات سياسية واصطفافات سياسية. بالعكس أنت عندك مشروع قانون توزيع المقاعد، قانون قوانين الانتخابات ليست صعبة، هي ممكن رأوا موضوعها في مادة واثنين، هو النظام الانتخابي كيف يكون في فردي ولا قوائم وكذا، وأيضا الدوائر، وهذه الدوائر لها بعد سياسي ليس فني، المفوضية لها بعد سياسي تراعي فيه التوافقات وتراعي فيه التوزيعات الجغرافية في العالم كل هذا. فهو شغل سياسي منوط وفق المادة 23 من الاتفاق السياسي بفقرتين بين مجلس النواب ومجلس الدولة لجنة مشتركة. أنا لابد مش أنا أقترح مشروع قانون ثم نشاور فيما بعد أقول لك والله هذا كذا، لا، هذا من البداية لابد أن أتفق وإياك وفق القواعد اللي موجودة الحاكمة. أنت تتكلم عن قواعد حاكمة ولا تحت القواعد الحاكمة الآن؟ يعني هذا كلام يعني غير منطقي غير عقلاني، يعني لا تحمل. ثم الآن مشروع الدستور عليه خلافات، إحنا كيف نحسب الخلافات يا أخي الكريم؟ اي عمل بشري هو عليه نقد، انا قد اصوت ضد مشروع الدستور، لكن لا تحرمني من حقي في المسار الدستوري بالاستفتاء. الخلافات اللي تقول فيها موجوده، هل التوافقات الان او لجنه التوافقات ستاتي باشياء يقبلها الجميع؟ انا شخصيا لن اقبلها ابدا، لانها لا تمثلني، اعضاها لا يمثلوني، لم ينتخب، اترك الناس المنتخبين خصيصا ويمثلون شعبيا وجغرافيا اكثر من النواب والدوله. طيب. ويجي النواب بصدر واضح جميع حق انت كمجلس النواب او دوله تصدر عمل دارتها هي اشرت الى نقطه مهمه استاذ فتحي، يعني مثلا
نعم أشرت ثم نقطة. احنا معلش حتى من يتهم فينا بها، بالعكس حتى مجلس النواب في هذه، انا اقول لك الحقيقه بكل موضوعيه، ان نعم الهيئه المفوضين على الانتخابات استلمت قانون الاستفتاء من شهر يناير 2019 بعد ان تم تعديله. المجلس الاعلى للدوله اعترض على مشروع القانون الاول بتاع الاستفتاء، اما الثاني لم يعترض عليه. طيب أشرت إلى دم نقاط مهمة. 2019 هو موجود. فإذا نحن ليش نبحث عن مراحل انتقالية أخرى؟ هو هذا السبب، من يبحث عن انتخابات دون دستور هو يبحث عن مراحل انتقالية لا استقرار فيها، فساد فيها كذا، والمشروع الدستور لا يخصي أحد، طيب كل الطوائف تشارك فيه وليس اسمح مخصوص على لي، أي تيار على الإطلاق. اسمح لي أنتقل إلى السيد فيصل برايقة من جديد. سيد برايقة، أشار المستشار عقيلة صالح قبل حوالي يومين من الآن بأن ما يحدث الآن ربما يعيد ليبيا إلى المربع الأول، ماذا يقصد بالمربع الأول؟ لماذا هذه الفزاعة الآن وتعليق كل مشاكل ليبيا على شماعة الفراغ السياسي وشماعة الفوضى، في حين بأن ما حدث عام 2011 كان يعني فوضى عارمة تم تثبيتها بميثاق المؤتمر أو المجلس الوطني الانتقالي، وكان هناك اجتماع في الجامعة الدولية والنخب كانوا حاضرون. اليوم هنالك أجسام سياسية تختلف الأمر عما كان عليه في عام 2011. لماذا هذا التحذير الآن من هذه المسألة وتعليقها دائما على شماعة واحدة؟ الفراغ السياسي والفوضى، حكومة موازية، انقسام، تفضل. نعم نعم أستاذ حكيم، أتفق معك بأن وجود هذه الأجسام التوافقية حتى مجلس الدولة حقيقة هو لم يكن شرعي، هو جاء نتيجة لاتفاق الصخيرات، لكن من حيث المفهوم والشرعية القانونية هو انتهى العمل بتاعه، فرض روحك سلطة أمر واقع نتيجة لتغيرات الأمر الواقع بقوة السلاح، وأيضا الذهاب إلى مرحلة توافق من خلال توحيد هذه الحكومات، حكومة الإنقاذ وحكومة السيد الثري في حكومة الوفاق الوطني، أيضا حصل فيها نفس الإشكالية. إذا ما نتحدث عنه عبر المراحل الفائتة أو الفارطة هو أجسام غير منتخبة توافقية فشلت من حيث الشرعية. الشرعية تعني ليست سك على بياض، ولكن هي تعني ما يقدم وينجز، أتحدث هنا كعلوم سياسية، ما ينجز هو الذي يمنح الشرعية. طبعا مجلس النواب انتهاء دوره حتى هو في 25 أكتوبر 2015 واستمد شرعيته أيضا من اتفاق الصخيرات، وأصبحت كسلطة موجودة المجتمع الدولي يعول عليها في إنجاز وتسليم سلطاتها للمجلس الآخر. عملية التلويح نتيجة لعملية السلام الهش أو حالة اللحرب أو لحالة اللاسلم، من الممكن أن يتم أن ينفرط هذا العقد بعد حملة التفاؤل والتبشير التي أعقبت اجتماعات مارس في مدينة سرت والحكومة والأداء اليمين، كلها هذه حملة الاستبشار تبخرت نتيجة لأداء السيد دبيبة وتغوله على المجلس الرئاسي، وأنت تعرف والسيد الفاضل الضيف الكريم والمتابعين يتابعونهم يعرفون بقية المجريات. إذا حالة الحرب وحالة اللاسلم وحالة التلويح التي لوحوا بها بعض الأقطاب أستطيع أن أسميهم مثل السيد عبد الرحمن السويحلي بأن لن يقبلوا بالنتيجة، وعملية التلويح أيضا من قبل السيد خالد المشري، هذه تصريحات لسياسيين يفترض فيهم أنهم هم ناظروا من أجل الديمقراطية وأن يكونوا متفقين حول وثيقة مثل وثيقة مونكلوار التي في أسبانيا، وحول الكثير من الوثائق الدستورية التي تؤطر الثوريين أو المحترفين بعملية التغيير والمتفقين على الانتقال السياسي. هو هذا ما يهمني، انهم متفقين جميعا، القوى الثوريه او القوى الديمقراطيه هي متفقه على عمليه الانتقال، اما القوى المضاده او القوى الثوره المضاده او قوى الاستبداد اعرف وجهات نظرها في عمليه التغيير. البعض اعتبر ارهاب، البعض اعتبر بان نحن غير مؤهلين، والبعض اعتبرها فوضى، والبعض اعتبرها بأن المجتمع الليبي كبنية اجتماعية وبنية اقتصادية هي غير مؤهلة. بصفة عامة عملية التلويح يعني تدفع في اتجاه الضغط على أن إذا لم يتم إنجاز الاستحقاق أتصور الانتخابي ولو بشكل جزئي برلماني ثم الذهاب إلى رئاسي،
هناك إشكاليات حتى لدى الشارع الليبي. الشارع الليبي نلاحظ الكثير من يعبر عن سخطهم من خلال مزاج عام الافتراضي من خلال الفيسبوك، وحتى التطبيق الأخير لكلوب هاوس نسمع فيه سخطهم على السياسيين أو النخبة الحاكمة في ليبيا. هم من تسببوا في ضياع الدولة الليبية ومقدراتها. هذه طيب النخبة الحاكمة الحقيقة التي سلمت الدولة الليبية بالكامل نعم ومقدراتها وارتهنتها لصالح القرار الخارجي. طيب اسمح لي أعود من جديد سيد فتح الله. سيد فتح الله، الخصومة الآن هي فقط حول نقاط معينة، بينما في الحقيقة ما من خصومة حقيقية خارج أو في أروقة الاجتماعات بشكل عام، سواء كان في جنيف أو في أي مكان آخر. إذا لماذا هذا التعاطي مع الجمهور بإيصال صورة نحن لسنا متوافقون، نحن نختلف على نقاط، نحن نريد من يجمعنا، وهم في حقيقة الأمر متفقون؟ السؤال الأبرز هنا، هل هذه الخصومة الآن الواضحة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية هي صورية أم حقيقية؟ هي ليست صورية، هي حقيقية كما قلت. ليش؟ لأن كل طرف متخوف من النصوص، ثم أن ما يطرح في جنيف هو كأنه تفصيل على فئة معينة ولا شخصية معينة صراحة. ما الجديد فيها؟ أنت لما تجي تقول لي والله لا أنا كذا، يعني هذا كلام. هي أنت كما قلت، أنت الآن كل طرف يخاف الآخر، ما فيش ثقة. ثم أنت التوافقية هذه الآن، ولما نرجع للشعب، إحنا الآن الوثيقة التوافقية اللي نتكلم عن الانتخابات، يعني ماذا تعني الانتخابات إذا كانت لا تحترم يعني مخرجات هيئة منتخبة؟ لوثيقة مهمة جدا ويصير عليها توافقات، وانت ليش خايف من الاستفتاء؟ السؤال يطرح نفسه، لماذا من يقول بان الشعب يخلي الشعب يرفضها؟ الرفض مدستر، هو حق طبيعي، كل ما يعرضه البشر هو قابل للقبول والرفض. انا وانت ليش نخاف اذا كان مثلا المنطقة الوسطى والجنوبية والشرقية ومدينة كذا هي سترفض هذا المشروع اللي لماذا انا اخاف منه؟ خلي الناس ترفض. طيب هل الرفض، انت تصير انت الان السيد عقيل صار لما يقول يدخل، من هو؟ هو من يصير هل الرفض لمصالح شخصية أم حزبية أم دولية برأيك؟ شيني؟ عدم التوافق، هل ذلك لأجل مصالح شخصية ربما تكون ضيقة أم حزبية أم دولية؟ من كل الأطراف، في الشرق، في الغرب، في الجنوب، هناك شخصية، هناك فئوية جهوية، هناك طرف دولية. نحن لسنا بمعزل عن العالم، هذه حقيقة. كل طرف وراه أشخاص معينين، وكل طرف عنده مصالح. إحنا هذه المصالح كلها لابد أن نعطرها ونسير في خط معين. إذا حتى هذه الأجسام كلها اللي شرعيتها مثلا متآكلة ولا ضعيفة زي ما قال الدولة النواب، بدون ما ندخل في التفاصيل، خلاص الآن يجي مشروع الآن نجدد هذه المؤسسات. أنا لا أريد الأستاذ عبد الحكيم لما يجيني رئيس مؤقت، ولا الأخ الكريم من طبرق يجيني نائب مؤقت. أنا نبيه نائب دائم يستطيع أن يتخذ كما اتخذ السعيد قرارات مصيرية، لأنه هو عنده قاعدة شعبية مستند على دستور شعبي فيستطيع. أما أن أرحل المشاكل أنا بالانتخابات اللي غير دائمة وانتقال لمرحلة انتقالية، أنا أرحل في المشاكل من جديد الفساد وعدم الاستقرار والاقتتال وغيره. السيد علي لما يقول لك لا تخوفني من الاقتتال للأسف الشديد، أنت ليش السيد عقيلة بدل من الآن يخالف الإعلان الدستوري يتكلم عن الدستور ويخالفه؟ الإعلان الدستوري لا يوجد فيه انتخابات رئاسية ولا برلمانية دون الدستور على الإطلاق. ثم انت يا سيد عقيل لو افترضنا النواب جادين يا سيد يعملوا قانون الحكم المحلي الان ويأطروا ويخلوا الحكومه تشتغل عليه، الناس تقول تعميش. وليبيا فعلا قاره كبيره جدا، واحنا انا شخصيا ضد مركزيه القرار والسلطه في طرابلس ولا حتى في اي عاصمه اي اقليم او جهه من جهات ليبيا. ومن ثم احنا لماذا النواب اذا كان يريد ان يسعى هو بالعكس يكرس الان للامركزيه ويدعو الحكومه انت كيف تحاسب حكومه ما اعطيتهاش ادوات الشغل؟ يعني هذا كلام يعني غير منطقي، لا يقول عقل الاستاذ عبد الحكيم. انت كيف تقول الاستاذ عبد الحكيم انت ايش اعمل هذا واعمل هذا ولا اعطيك الماده وانا اعطيتك الثقه؟ اذا انت تراني باني لست اهل الثقه فمن باب اولى، يعني لا استطيع ان احافظ على هذا المال، فمن باب اولى ما تعطينيش الثقه وثم حاسبني. لكن انت لا تعطيني شيء وتحاسبني انص الماده؟ لا والله فاشل انتخاب، يعني انت انتخابات لم تهيئ لها حتى الماده، فانت كيف تحاسب استاذ عبد طيب. الحكيم وانت من تؤيقه؟ جميل، الى هنا جميل سيد فتح الله. بدل ما تقول لي انا بندير قانون نعم. مركزيه وندير البلديات ونفرض على الحكومه تعطي البلديات كل بلديه بغازي 100 طيب. مليون طبر مش عارف كذا، تقول لي بندير حكومه موازيه؟ اسمح لي تقول هذا رئيس يعني سلطه شرعيه ويهم البلد والاستقرار؟
كلام جميل استاذ فتح الله. وصف يعني. وصف حقيقي. اريد ان اسال سيد فيصل برايقة، اذا كان الان الموجودين الان يقولون بشكل واضح على الانتخابات في 24 من ديسمبر، نسمي المجلس الاعلى للدوله، البرلمان، المجلس الرئاسي، حكومه الوحده الوطنيه، المؤسسه العسكريه، الاطراف، الاعيان، القبائل، المواطنون، البلديات، والكل يريد الانتخابات في موعدها، إذن من يقف وفق تقديرك خلف الستار وموجود في الظل ويريد التأجيل؟ نعم أستاذ عبد الحكيم، طبعا أؤكد وأشدد على أن ليبيا أو الحالة الليبية ليست بمعزل عن تدخل القوة الدولية النافذة، وهنا أتحدث عن قوتين إقليميتين صاعدتين أخذتا زمام المبادرة في ليبيا، وهنا تحدث عن الدور التركي المهم في ليبيا أيضا، وكذلك حتى عن الدور الروسي. هاتان الدولتان لم نرى في بيانات وزارات الخارجية سواء السيد أوغلو أو السيد رافروف أو مخيل بغدانوف، لم نرى أو لم نسمع منهم أي إشارة إلى الانتخابات، بل حديثهم كان دائما على وقف إطلاق النار وعلى إعادة الاستقرار. التخوف بالأخص لدى الجانب التركي على المصالح التي وقعها مع السلطات الانتقالية، وريد الإبقاء على هذه الحالة إلى أطول فترة ممكنة حتى يجني ثمار هذه القضايا، لأن الخوف من استعادة القرار الليبي هو قرار الليبي مرهون لدى الأجنبي من خلال وجود الأدوات الداخلية أو من يرتبطون مع الخارج. طبعا هذا الأمر ليس يعني حكر على ليبيا أو ليس بدعة، لاحظنا حالات التدخل الأجنبي كان السافر في أبرز تجلياته في العراق، وليبيا تأتي في المرحلة الثانية وهو التدخل من خلال الوكلاء أو الذين لديهم ارتباطات مع أجهزة العمل السري أو أجهزة العمل الخارجي لهذه الدول. طبعا كل الليبيين عادة للأسف ما يستخدمون هذه العبارات بأن هذا المسؤول فلان مدعوم من الدولة الفلانية وهذا مدعوم من الدولة الفلانية، وكأن هذه تعتبر ميزة أو حسنة. طبعا شفنا حتى بعض الدول تقوم بعمليات الترويج لهؤلاء المسؤولين داخل الصحف العالمية الموجودة داخل بلدانها. إذن العامل الإقليمي لهذه الدول أو الفاعل فيها هو لا يريد الانتخابات، ناهيك عن الليبيين النخبة الحاكمة الموجودة من 7 أغسطس هانيبال 2012 وهي موجودة، تخيل مع كامل التقدير إلى الوطنيين الموجودين، ولكن تخيل بأن مؤتمر وطني موجود من قبل حوالي 9 سنوات، مجلس نواب موجود من حوالي 7 سنوات، هذا الأمر غير طبيعي وهذا الأمر استثنائي في تاريخ الدول. طبعا الإشكالية الكبرى بأن الليبيين، وهنا تحدث على النخب الحاكمة، لم يقوموا بتعلية العامل الوطني، وهنا يدخل العامل الوطني في إطار الخصومة، لم يتم معالجته من خلال الحوار، ولكن الاستعانة بالخارج هو هذا أكبر إشكالية. لدينا نموذج وهو النموذج اللبناني، ولدينا أيضا النموذج وهو النموذج العراقي الذي تم تسليمه بالكامل للدولة الصفوية الدولة الإيرانية. نعم، اسمح لي أعود إلى سيد فتح الله من جديد. سيد فتح الله، يقول لك السيد برايقة لدينا تدخل كبير، روسيا فعلا إلى الآن لم تكن واضحة في مسألة إخراج المرتزقة، وكذلك تركيا، مسؤول أمريكي يتحدث عن اتفاق روسي تركي لإخراج 300 مرتزق من ليبيا، هل هذا كاف؟ هل سيكون هنالك انتخابات بعد هذا التوافق الدولي؟ هل الدول الأجنبية فعلا تريد انتخابات في ليبيا؟ تفضل سيد فتح الله. وهي الدول الأجنبية كلها اللي عندها تدخلات في ليبيا هي تتحرك وفق مصالحها الثابت في السياسة المصلحة، هي دولة تتحدث بمفهوم دولة ليس بالعاطفة وكذا، ولا يهم الشعب الليبي ولا استقرار الليبي ولا تنميته، كل واحد يتكلم من خلال المصالح التي. لكن الانتخابات يا سيدي، هل الآن الانتخابات هي غاية في ذاتها أم هي وسيلة؟ إذا كان غاية في ذاتها والله هذا كموضوع آخر لأشخاص آخرين ويلوحوا الشعب بمشاعر باهي، إذا كان هي وسيلة الآن لو سيطر الأخ قال صح المؤتمر صح نريد أن يخرج الجميع،
لكن يخرج كما قلنا بأجسام دائمة. تستطيع أنت الآن لما تأتي في حكومة انتقالية، لا أنت ما تعمل هذا، ما تستطيع هذا، ما تدير اتفاقية بهذا. إذا نحن سندخل في مراحل أخرى، لا يستطيع أحد أن يحل مشاكل الدولة الليبية. هذه الرؤية السليمة. لكن أنت تدير انتخابات، أي انتخابات مش مهم نتائجها من يكون. احنا بالعكس الان صار في توافقات، وصار في مجلس رئاسي، وصار في حكومه وحده وطنيه ممثل فيها كل الليبيين. نتيجه ان الوزاره فصلت، بعض الوزارات الى ثلاثه، لارضاء النواب وارضاء للطوائف وارضاء كذا. لماذا لا ندعم المواطن؟ يحتاج الى السلطه التنفيذيه، هي اللي مسؤوله عن المياه والكهرباء وعن القمامه عفى الله وغيره وعن متطلبات الان هذه. نمهد احنا، لماذا لا ندعم؟ بالعكس احنا نمسك عنها الميزانيه ونحسبها. من يعرقل الانتخابات؟ هذا هذه عرقة الانتخابات واضحة، وتقول الآن طالب انتخابات والكل يزايد على الكل. للأسف كل الأطراف الليبية تزايد، والكل يزايد، الأغلبية العظمى يزايد بالانتخابات. لا يا أخي، لا تزايد بالانتخابات. الانتخابات تحتاج أرضية. يسألك مواطن اليوم أستاذ فتح الله، تحتاج إلى قوانين. أوكي، يسألك مواطن الآن أستاذ فتح الله، إذا كانت ما تبيش فلان أنت ما تشكده. أي كل الجميع، أنا أتكلم عن الجميع، ليس يا ابن القيمة. أنا عندي وثيقة وطنية ليبية وضعت في ليبيا، واضح صوتنا كل، علينا أن نحتكم إليها، نحتكم للناس يا أخي. لدي سؤال لك سيد فتح الله، من مواطن يسألك ويقول لك الآن أنت عضو في مجلس أعضاء الدولة، وأنت تعرف ما الذي يحدث في أروقة الدولة، وفي ربما في أدق تفاصيل الدولة باعتبارك عضو في المجلس الأعلى. هل سينتخب المواطن في 24 من ديسمبر مجلسا تشريعيا ورئيسا للدولة أم لا؟ ماذا تجيبه؟ أنا حسب الظروف اللي موجودة، قلت لك الآن ابتداء من عرقلة الحكومة الآن، لأن تكون هناك انتخابات. أنت كيف تنتخب؟ لا يستطيع من الشرق والغرب المواطن يصل بعضهم ببعض، الأسرة الواحدة. الحكومة الآن مكبلة، لا تستطيع أن تقدم خطوات. سينتخب أم لا؟ هذا المواطن مواطن يعرف أنكم تعرفون التفاصيل، لكن يهم إجابة واحدة. والكثير يخالفها القوانين الانتخابية. لازال أغلب المدن الآن تعترض على المشروع اللي طرح من قبل المفوضية، وليس يعني من اختصاصها، لا من هنا ولا من هناك. هذه كلها توترات تعطي مؤشرات بأن كل 24 ديسمبر هو مزايدات من العديد من الأطراف. يعني فقط إذا أنت لابد تهيئ الأطراف، أنت بمجلس النواب أنت لا تعطي أدوات فعلا لمؤشر بأن السكون انتخابات. وأيضا الانتخابات ليست في حد ذاتها، يجمدوا مجلس النواب ومجلس الدولة، وخلي الحكومة تشتغل على مستوى ليبيا كلها. يعني إذا كان رئيس الحكومة لا يستطيع أن يدخل بنغازي، لا يستطيع في الطريق، بقى كيف تقولي بدير انتخابات؟ إذا أنت بدير انتخابات لا تستطيع أن تكون أنت في طرابلس، ولا أنا أكون في بنغازي، ولا أحد يكون في الوقت سينتهي أستاذ فتح الله، ولا آخر يمارس حقه في الدعاية الانتخابية في وسط بلاد ولا جنوب ولا شرقة. يعني إلى الآن اللجنة العسكرية لم تفضي بشيء إلى حد الآن. المؤسسة العسكرية إحنا من 2017 أستاذ عبد الحكيم، لما كنا في تونس قررنا مبدا فصل المسارات، قلنا المسار التنفيذي لوحده والدستوري لوحده، وايضا المسؤولي العسكري، قلنا احنا سياسيين ما عندنا علاقه، العسكريين يديروا اللجنه اللي جت بعد في 2021. اسمح لي استاذ فتح الله، هم فنيين يديروا هذه الاشياء ويتفضلوا. احنا كل ليبي له تخصص، وما فيش ليبي زايد على ليبي الاخر. انا اعتذر منك استاذ فتح الله، اريد ان انتقل الى سيد بعد اذنك. يعني انتخابات انا حسب تقدير الشخصي يعني. نعم، اسمح لي، أريد أن أنتقل للسيد فيصل برايقة. سيد فتح الله، أريد أن أنتقل للسيد فيصل برايقة في سؤال أخير مع حضرتك. سيد برايقة، هل تتوقع بأن الانتخابات ستكون في موعدها، نعم أم لا في اختصار؟ نعم سيد عبد الحكيم، أتوقع بأن سوف يحصل نصف مكسب لصالح الشعب ولصالح الأمة، وهو انتخاب مجلس نواب فقط، وانتخاب رئيس سوف يرحل إلى مجلس النواب القادم. نعم، هل تتوقع أن الشعب سيكون راضٍ بذلك؟ بالتجزئة؟ الشعب طبعاً مغلوب على أمره، هو مجهد ومنهك، هو رغبته يعبر عنها من خلال كتابات الفيسبوك وهذا البراح الذي أتاحه لنا السيد مارك، ولكن أكثر من ذلك هو لا يستطيع. نعم، حتى عمليات الخروج أصبحت أشكرك صعبة نتيجة للظروف الاقتصادية والصحية. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد فيصل برايقة المهتم بالشأن العام، كنت بعد من طبرق. سيد فتح الله السريري عضو المجلس الأعلى للدولة من طرابلس، أشكركما جزيل الشكر ضيفي الكريمين، كنتما معنا في هذه الحلقة من لايف. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام أينما كنتم. وصلنا لختام هذه الحلقة من لايف، على أمل أن نلتقي في حلقة أخرى. في أمان الله.